جزاكم الله خيرا. ما حكم تركيب الأظافر تقول علما بأنني أجتهد بأن لا يراها الرجال أبدا، وهل ذلك داخل في حكم الوافلة الواردة في الحديث؟ تركيب الأظافر لا أصل له، ولا يجوز تركيب الأظافر، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من 40. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونفس الإبط وحلق العانة ألا ندع هذا أكثر من 40 ليلة. في اللفظ الآخر: وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل والمرأة مأموران بقص قلم الأظافر في أقل من 40 ليلة، فكيف تجعل لها أظافر؟ هذا لا منكر، لا وجه له.